السلام عليكم. اليوم عندنا لبخ، هذا اللبخ الخشن، هذا راح نطلي مادة الكونكريت ارت. طبعا راح يكون تكسر عالي، يتحمل اكثر من 1 ملي. هي هذا المادة، رجعنا معاكم بالطلاء الكونكريت. هذا طيقات اول، بعدها هنا طيقة الثاني اكسات مثل ما تشوفوه، وراها تخلق التسوس اللي انت تريده بهذا الشكل. هذا الشكل النهائي. تحياتي لكم الكابتن مشتاق النداوي.